عدم وجود انسداد بالطريق الهوائي سواء كان جزئي أو كلي. هذا يؤدي لحدوث نقص تهوي وبالتالي اضطراب التبادل الغازي ونقص الأكسجي، بالإضافة إلى سلامة منعكسات حماية الطرق الهوائية اللي هي منعكس تهوي الجاج ومنعكس السعال، وذلك لمنع الاستنشاق ودخول الأجسام الأجنبية. أسباب انسداد الطرق الهوائية، يمكن أن يحدث انسداد الطريق الهوائي بأي مستوى من الطرق التنفسية العلوية وحتى القصبات الصغيرة. هلأ أسباب، أهم أسباب انسداد الطريق التنفسي العلوي، وهو هذا السبب اللي كتير مشاهد، هو رجوع اللسان إلى الخلف، ويعد السبب الأكثر شيوعاً والأسهل تدبيراً. غالباً ما يحدث عند المرضى فقدي الوعي في حالات الاستلقاء على الظهر بسبب انخفاض مقوي عضلات الفم الذي يؤدي لعودة اللسان الخلف واصطدامه بالجدار الخلفي للبلعوم. هاي كتير مهمة. هاي الصورة اللي شايفينها على اليسار، بتلاحظوا انه بالصورة اللي بالاسفل راجع اللسان للخلف، وبالتالي سد الطرق التنفسية العلوية. في الأسباب الثانية منها توذم النسج الرخوي، مثل إذا كان مريض عنده التهاب لسان مزمار، أيضا ممكن ينسد بالمفرزات مثل الدم والإقياء والأذية المباشرة بالردود. أهم أسباب انسداد الحنجرة، الأجسام الأجنبية مثل الأسنان الصناعية أو الأجسام الأجنبية المبتلعة عند الأطفال الصغار، كما تورم الأنسجة الرخوة مثل وذمة الحنجرة، الأذيات المباشرة مثل تمزقات الحنجرة، رغامة في حالات الردود، تشنج الحنجرة الخاص بالصحو في غرفة الإنعاش. أهم أسباب انسداد الطرق التنفسية السفلية وهي المفرزات والدم والوذمي، تشنج القصبة واستنشاق محتويات المعدة. الأعراض انسداد الطريق التنفسي العلوي، أعراض الانسداد الجزئي، أهم عرض بكون هو الصرير سترايدر، وغالبا الصرير بكون شهيقي، فبس تسمع صرير عند طفل أو مريض فهذا بكون بدل من علامات انسداد الطريق التنفسي العلوي، الصرير غير عن الوزيز. أيضا بكون عند المريض تهيج وزرقة وزيادة بالجهد التنفسي، يعني هذا بيتظهر بالسحب فوق القص وبين الأضلاع واستعمال العضلات التنفسية المساعدة. أما الانسداد التام فبيؤدي لغياب الأصوات التنفسية، ما بتسمع أصوات تنفسية بالرئتين، وأيضا بيؤدي لتبدلات بالوعي، تخليط ذهني، بعدين بيتطور إلى غياب تام للوعي وينتهي بتوقف القلب. هلأ تدبير الطرق الهوائية، تدبير طريق الهوائي يعتمد على اختيار الوسيلة التي تلائم كل مريض وفي الوقت المناسب، والهدف هو تحرير وحماية الطريق التنفسي، تأمين الأكسجي المناسب وتأمين التهوية المناسب. لأن الخلل الذي يصيب واحد من هذه الوظائف يؤدي إلى القصور التنفسي، يعني إعطاء الأكسجين والطريق الهوائي مسدود لا يفيد. فإذا مثلا المريض عنده انسداد بالطريق الهوائي وتعطيه تنفس اصطناعي ولا أكسجي ما رح تستفيد شيء، وكذلك إذا كان المريض تهوي بدون أكسجين وطريق الهوائي سالك كمان ما بفي. الحالات اللي بيكون فيها تدبير طريق الهوائي أساسي، الردود المتعددة، يمكن تجنب الكثير من الوفيات بالتدبير جيد للطريق الهوائي، الجراحات الكبيرة تحت التخدير العام، الإجراءات التشخيصية التي تجري تحت التخدير مثل التنظير الهضمي، طبعا مو التنظير الهضمي العادي يعني الأبر إندوسكوبي يعني تنظير المعدة والعفج، هذا التنظير ما بده تخدير عام، عادة بسوي تخدير موضعي، ولكن قصده بالتنظير الهضمي هو الـ ERCP، تصوير طرق تصوير المرارة والطرق الصفراوي بالطريق الراجع عن طريق التنظير. فهذا الـ ERCP بيحتاج لتخدير عام لأنه بده يخزع مصرة أودي مشان يحقن المادة الظليلي بالقناة الجامعة. التسممات الدوائية والسبات بكل أنواعه، فرط سكر الدم نادر ما نحتاج بفرط سكر الدم أو الحمض الكيتوني، نقص سكر الدم كذلك أمر نادرا إلا إذا استمر،
وصبات فرط التناضع هذول يعني ما بعرف ليش ذاكرون بس لكن نادر جدا نحتاج له يعني. بس طبعا اكيد لازم نحافظ على سلامه الطريق الهوائي. التهوي الالي بالعنايه المشدده والانعاش القلبي الرئوي شيء اكيد. الامراض التنفسيه اللي بتنتهي من القصور التنفسي مثل الربو والسي او بي دي. هلا طرق تحرير الطريق الهوائي اليدوي. الهدف من تحرير الطريق الهوائي هو ان تظهر المحاور الثلاث على خط واحد. هلا بتشوفوها بالصور تحت، وهي المحور الفموي الاورال اكسس، والمحور البلعومي الفرنجيال اكسس، والمحور الحنجري اللارنجيال اكسس. حتى يتحقق ذلك يجب ان يكون مفصل اسفل العنق في وضعيه عطف، ومفصل اعلى العنق مع الراس في وضعيه بسط وليس فرط بسط. هلا بالصوره بتوضح معكم بشكل افضل. الصوره اللي على اليمين هي الوضع الطبيعي وشلون توضع المحاور الثلاث العمودي هذا الاورال اكسيال، وفي اللارنجيال اكسيال اللي من تحت، واللي نازل هو الفارنجيال اكسس. اذا عطفنا الراس للخلف بهالوضعيه هي الراس مرفوع على وسيادي بوضعيه البسط، بتلاحظ انه المحاور الثلاثه اقتربت من بعضها وصارت على خط واحد. وبيحصل يعني هالشيء هذا عن طريق احدى المناورات الثلاث. هاي المناورات مهمه، رفع الراس واماله الذقن تشين ليفت هيد تيلت. هذا رفع الراس واماله الذقن تستخدم لمنع عوده اللسان للخلف وتبقي الطريق الهوائي حر. شغلته بسيطة هاي، رفع الذقن وإمالة الرأس نحو الأيسر عادة، بس منشان المريض ما يبتلع اللسان ويسد الطريق الهوائي. في المناورة الثانية مناورة رفع الفك جو ثراست، هاي بس إنه بيرفعوا الفك فيها رفع. لاحظ الصورة اللي على اليمين هاي رفع الفك السفلي، ومناورة رفع الفك المعدلي موديفايد جو ثراست، تستخدم هي في حالات إصابة عمود الرقبة بالردود من أجل تثبيته، لأنه في حال إصابة العمود الرقبة ما فيك تحرك الرأس، لازم تحافظ على الرأس بوضعية أو الرقبة بوضعية ثابتة حتى ما تصير أذي بالنخاع الشوكة الرقبة، وبالتالي ممكن تؤدي لحدوث شلل رباعي عند المريض. فبدك تكون حذر في حال حذر جدا في حال مريض عنده إصابة رضي بالعمود الرقبة أو بالعمود الفقري كله بشكل عام. المناورة الرابعة مناورة تحرير الطرق الهوائي الثلاثية تربل إيرواي مانوفر، هاي بيوقف فيها الطبيب خلف المريض وفوق رأسه ويقوم بعمل الآتي: بسط العنق، فقط بسط وليس فرط بسط، رفع الفك السفلي بدفعه، بيرفع الفك السفلي بأصابع كلتا اليدين وبذلك يرفع قاعدة اللسان على لسان المزمار، وبقوم بفتح الفم بواسطة إبهام كلتا اليدين. هاي بسموها مناورة الثلاثية لتحرير الطرق الهوائي. شغلتها بسيطة كتير، بس بتوقف من عند رأس المريض، بتعمل بسط العنق وبتحط أصابع إيديك تحت الفك السفلي وبترفعه نحو الأعلى، وبتعمل مع البسط العنق تفتح الفم وبتدخل الإبهام والسبابي وبتفتح فم المريض. يعني هي باختصار مثل مذاكر لك: إمالة الرأس للخلف، دفع الفك السفلي نحو الأعلى، وفتح الفم. هاي شغلتها بسيطة. هلق طرق التهوي الفنتيليشن. التنفس الاصطناعي ليس كما نعرفه نحن بأنه فم لفم فقط، وإنما يتعدى. طبعا في أكثر من طريقة لإعطاء التهوي، الشائعة هي فم لفم. الطريقة الثانية فم وفم لأنف، هاي خصوصا عند الأطفال الصغار، بتحط الفم. الأطفال الصغار طبعا يعني بيكون بأعمار الرضع، يعني بيكون بأعمار الأشهر، فبهيك حالي بتحط فمك إذا بدك تعطي تنفس اصطناعي، بتحط الفم فمك على فم وأنف الطفل.
أما إذا بدك تعمل عند الطفل فم لفم بتحط الفم وبتسكر الأنف. وأيضا في فم لقناع mouth to mask وكيس تنفس مع قناع، هي اللي بتستخدم بحالات الإنعاش وهو جهاز الأنبوب. والمنفس الثابت في العين المشدد وجهاز تخدير. المنفس الجوالي أحد استخداماته هو نقل مريض احتشاء إلى غرفة العناية المشددة، يعني مثلا إذا مريض غائب عن الوعي بدك تحافظه على سلامة الطرق الهوائية أثناء نقل العناية المشددة تأخذ معه أوتوماتيك فنتيليت. هاي الطرق يمكن أن تطبق عند المريض المنبب، أي من طرق تهوية بالفم أو كيس تنفس الأنبو أو جهاز تخدير أو أي منفس. هلأ القناع الوجهي هذا اللي هو جزء أساسي من جهاز الأنبو، يتألف من الأجزاء التالي، طالعوا على الصورة أنتو، الكابلات هوكس لتثبيت القناع على الوجه وخاصة بالعناية المشددة، هاي اللي يعني اللي بنحطها على رأس المريض. الفتحة أورفيس هاي اللي بيمر منها الهواء سواء عن طريق أنبوب الأكسجين أو الأنبو. والريم هو الإطار وظيفته حماية وجه المريض أثناء التطبيق، وهو عبارة عن بالون يتم نفخه عبر صمام وحيد الاتجاه، كما له دور في إحكام الإطباق على فم وأنف المريض. والجسم المادي هذا بتوافر على أشكال وأحجام مختلفة لتناسب المريض من مختلف الأعمار، وهي جزء أساسي من جهاز الأنبو اللي شايفينه، هي تنوصل وصل مع جهاز من شان إحكام يعني الإطباق على فم وأنف المريض حتى ما يتسرب الهواء. على اليمين القناع الوجه، وعلى اليسار هو جهاز الأنبو المتصل مع كيس التنفس. هل ما يعرف بجهاز الأنبو هذا يسمى أيضا التهوي بالقناع وكيس التنفس، ويشير اختصار الأنبو إلى وحدة التنفس اليدوي بتسمعوا فيها كتير، بس هي الاختصار تبعها جاي من الارتيفيشال مانوال بريثينج يونيت، وحدة التهوي اليدوي الاصطناعي هيك ترجمتها. وهي إجراء فعال يستخدم عندما يكون التنفس العفوي متوقفا أو غير فعال، وذلك لأنه يقاوم بواسطة التنفس الطبيعي. ما بتصير ما تستخدم عند المريض اللي عم بيتنفس تنفس طبيعي، لأنه التنفس الطبيعي بيقاوم هالعملية، بيقاوم ضغط الهواء لداخل الصدر. لذلك تستخدم عند المريض إذا كان التنفس العفوي متوقف أو كان تنفسه مثلا سطحي غير فعال. يمكن وصله بالهواء الجوي، يعني انه ياخذ الهواء من الخارج من الهواء الخارجي، او وصله الاكسجين عندما تحتاج الى تركيز عالي من الاكسجين. هذا يعتبر اجراء مؤقت رأس ما يتم ايجاد الوسيله النهائيه لتدبير الطريق الهوائي مثل التنبيه بالرغامه، او وصل المريض الى جهاز التهوي الالي. واثناء تطبيقه يجب مراقبه فعاليه التهوي، يعني ما بيكفي بس تضغط الكيس، مع كل حركه تهوي مقدم المريض لازم تشوف انه هل عم يرتفع جدار الصدر ولا لا، يعني بمعنى اخر انه الهواء عم يدخل لداخل الصدر. يستخدم عند نقل المريض من الاسعاف العنايه المشدده في حال وجود وجود منفس متنقلي، ويمكن ان يوصل الى الانبوب الرغامي لدى المريض المنبب او الى قنيه الخزع الرغامي. اذا كان المريض منبب يمكن وصل الجهاز عليه مباشره، او اذا المريض معمول له خزع رغامة ومركب له قنية فوراً توصل جهاز الأنبوب عليه. من مساوئه بيستهلك انتباه أحد أعضاء فريق الإنعاش المؤهلين، لأنه بده واحد دائماً يعني شغال على الأنبوب، يعني واحد هذا بس ما بيحسن يساعد بشيء تاني، لأنه هو بده يمسكه ويحكم إطباق على الأنف والفم، بالإضافة لأنه كل 10 ثواني بده يضغط الكيس، فما بيحسن يساعد بأي عمل إنعاشي آخر. أحيانا قد يؤدي إلى نفخ الهواء ضمن المعدة. هاي الوسيلة تعتبر غير فعالة في حال أذية شديدة في الوجه والفك السفلي، مثل كسور الوجه والفك السفلي بتكون عملية التهوية عن طريقة صعبة كتير. طريقة الاستخدام قبل تطبيقه يجب تحرير الطريق الهوائي باستعمال المناورة الثلاثية، مثل ما قلنا رفع الرأس والبسط ورفع الفك العلوي نحو الأعلى وفتح الفم وإزالة أي انسداد موجود، ويمكن تطبيق القنية الهوائية الفموية عند المرضى فقد الوعي.
بنشوف القنية الهوائية بعد شوي. يتم اطباق القناع بشكل جيد بدفع الفك السفلي للأعلى باتجاه القناع وليس العكس. يعني بتدفع الفك السفلي نحو الأعلى مو انه بتدفع القناع باتجاه الأسفل، لأنه دفع القناع باتجاه الأسفل هذا بيؤدي لعطف العنق وبالتالي يسد الطريق الهوائي بقاعة اللسان من جديد. يجب وصل جهاز الأنبو بمصدر أكسجين بجيران مرتفع مع وجود محفظة أو باك هاي الكيس لتقديم مقادير عالية من الأكسجين، وعند عدم وجود الوصل يكون الأكسجين المقدم. يعني الأكسجين إذا ما في وصل للأكسجين بكون هو فيه صمام، لما بتكبس بيضغط الهواء لداخل الجسم، بعدين لما ترفع ايدك عن ذاك هو بياخذ الاكسجين من الهواء الخارجي، وبالتالي نسبه الهواء بتكون مثل نسبه الاكسجين بتكون مثل نسبه هواء الغرفي، يعني 21%، وهي النسبه بتكون غير كافيه في حاله قصور التنفس الحاد والانعاش القلبي الرئوي. طريقه امساكه، اما ان يمسك به شخصان من الطاقم الطبي، وهي الطريقه الاسهل، يعني شخص بيثبت الاطار على فم وانف المريض وشخص ثاني بيتحكم بالكيس وبيضغط عليه، أو أن يمسك به شخص واحد وهي الطريقة الأصعب. هذا بده يضع الإبهام والسبابة حول الفتحة وباقي أصابع اليد بتثبت الإطار ويتم الضغط على الكيس باليد الأخرى، وهي طريقة طبعا أصعب. هذول الطريقتين، هاي في حال اللي على اليسار في حال منعشين، واحد بثبت القناع على فم وأنف المريض والتاني بيضغط. اللي على اليمين، الصورة اللي على اليمين هي منعش واحد باليد اليسرى بثبت القناع على الوجه، وباليد اليمنى بيضغط على الكيس. الأخطاء الشائعة عند التهوي بالأنبو وتدبيره، إعطاء حجم جاري زائد. حجم الهواء ضمن جهاز الأنبو أو الكيس بيبلغ تقريباً 1 لـ1.5 لتر. الخطأ الثاني هو زيادة عدد مرات تهوي بالدقيقة، يجب ألا تتجاوز 10 مرات بالدقيقة، أي ضغطة واحدة كل 6 لـ8 ثواني، مو كل ثانيتين 3 ثواني نضغط الكيس نضغط الكيس، لا بكفي كل يعني تقريباً كل 6 ثواني أو 10 ثواني تضغط مرة واحدة. وأيضاً الخطأ الثاني إنه ضغط الأنبو بعنف، ما بده شيء، هو ضغطة بسيطة، هو مليء بالهواء بس تضغطه هو لحاله بيتفرغ. هلأ المناورات التي يمكن إجراؤها عند فشل التهوية بالأنبو: تنظيف الطرق الهوائية من الأجسام الأجنبية، إعادة إجراء المناورة الثلاثية للطرق الهوائية، وضع قنية هوائية فموي إذا كانت غير موجودة، والمساعدة من قبل شخص آخر لتثبيت القناع بكلتا اليدين. يعني هدول بد لازم يتفكر فيهم في حال فشل التهوي بجهاز الأنبو. هلأ الحالات التي يتوقع فيها صعوبة تهوية المريض عن طريق قناع وكيس التنفس: إذا كان العمر أكثر من 55 عام، يزداد احتمال حدوث القصد أو التصلب المفصلي، يعني تصلب المفاصل لدى المريض، ويصعب تحريك الفك، وجود اللحية الكثيفة والفك العريض، الفك الكبير وليس الفك الصغير،